الشيخ حمدان بن راشد المكتوم إلى المركز الأول وبقيادة المضمر سعيد بن سالم الإنيبي على الصدارة وعلى القمة، بينما المركز الثاني تصل من خلاله مزنة لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. عملية التضمير والتدريب تعود إلى المضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. أسير إلى المركز الثالث، هنا تتواجد الشاهينية في المركز الثالث لشعار هجن العاصفة، بينما في التضمير يأتي المضمر غياث الهلالي والمركز الرابع. أنتقل مباشرة إلى الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الرابع إذن مشاهدينا الأعزاء تتواجد من خلاله في هذه اللحظات الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن مروشد، هو من يتولى عملية التدريب والتضمير. أما المركز الخامس فأنتقل مباشرة إلى الحميمة لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد المكتوم، عملية التضمير والتدريب إلى محمد بن عبد الله بالدبيلة في المركز الخامس في هذه اللحظات. سادس المراكز وصلت من خلال الضبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، عملية التضمير والتدريب لدى أحمد بن خلفان بصايغ المزروعي. والمركز السابع، المركز السابع هذه اللي وصلت زجل لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، عملية التضمير والتدريب لدى سعيد بن مبروك الوهيبي. والمركز الثامن، المركز الثامن الشاهينية بشعار هجن العاصفة تتقدم مع المضمر غياث الهلالي. والمركز التاسع وصلت إلى عجيبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر عجيبة راشد بن سعيد بالغافرية. والمركز العاشر تتواجد من خلاله خطر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في عملية التضمير والتدريب في هذا اللقاء. أسير وأعود مشاهدينا الكرام إلى المقدمة وإلى الصدارة. زعفرانة لا زالت على المركز الأول، زعفرانة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة المضمر سعيد بن سالم الإنيبي على المقدمة والصدارة والسيطرة الأولى في عنوان المنافسات المسائية. مشكور يا أبو خليفة على هذا الأداء الجميل. والمركز الثاني، المركز الثاني تتواجد من خلال مزنة لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، عملية التضمير والتدريب هنا للمضمر الجنتلمان أحمد بن غلفان بصايغ المزروعي. بداية شعار جديد موفق بإذن الله تعالى مع الشعارات ومع النواميس ومع الرموز يا بصايغ. الله، بالفعل الشعار التراثي. نقل إلى المركز الثالث، الشاهينية تتواجد المركز الثالث لهجن العاصفة، تحتل ثالث المراكز. عملية التضمير والتدريب إلى المضمر غياث الهلالي. والمركز الرابع وصلت الآن الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عملية التضمير والتدريب لدى المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد، يأتي ليحتل المركز الرابع في هذه الانطلاقة. والمركز الخامس، الخامس أتابع الشاهينية بشعار هجن العاصفة، تحتل المركز الخامس المضمر غياث الهلالي في المركز الخامس. والمركز السادس وصلت عجيبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضم عجيبة راشد بن سعيد بالغافرية. والمركز السابع تتقدم ضبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان أحمد بن خلفان بصايغ المزروعي مضمرا ومتابعا.
لانطلاقة ضبة المركز الثامن. المركز الثامن زجل لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف المهيان. عملية التضمير والتدريب تعود إلى سعيد بن مبروك الوهيبي. والمركز التاسع الشاهينية بشعار هجن العاصفة تحتل المركز التاسع ضمير غياث الهلالي. بينما المركز العاشر مشاهدين الأعزاء هذه مستوى تعود الملكية لشعار هجن الرياسة والمضمر سهيل بن حمد بن دري الفلاحي من يحتل المركز العاشر. أعود إلى البداية مشاهدين الأعزاء وأعود إلى المقدمة. يا سلام البداية هناك، لا زالت الأمور مع زعفرانة، لا زالت زعفرانة والشايبة والتنافس مع الشاهينية. الله الشايبة غيرت، الشايبة غيرت، غيرت الأمور، غيرت توازن هذا الشوط. الشايبة اللي اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بعدما انتزع في الشوط الماضي، كذلك مع القعدان المحليات الأصايل ينطلق لمح البصر بالمركز الأول. هنا تسير الشايبة بذات الشعار مع المضمر سعيد بن محمد بن مروشد، لكن الشاهينية خطفت المركز الأول، الشاهينية خطفت المركز الأول لهجن العاصفة ضمرها غياث الهلالي. المركز الثاني الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بسعيد مكتوم، سعيد بن محمد بن مروشد في عملية التضمير. المركز الثالث زعفرانة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، عملية التضمير لدى سعيد بن سالم الينيبي، وهذه اللي وصلت الآن عجيبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. عملية التضمير تعود لراشد بن سعيد بالغافرية. والمركز الخامس، المركز الخامس الشاهينية المركز الخامس الشاهينية بشعار هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي تحتل المركز الخامس. سادس المراكز، المركز السادس وصلت زجل لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف الهيان. عملية التضمير والتدريب تعود لسعيد بن مبروك الوهيبي. والمركز السابع مستوى لهجن الرياسة بقيادة سهيل بن حمد بن دري الفلاحي. والمركز الثامن، المركز الثامن، المركز الثامن، هذه مشاهدين الأعزاء تتواجد مزرة لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد الهيان. يضمر مزرة أحمد بن خلفان بصايغ المزروعي. ضبة في المركز التاسع لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان. عملية التضمير أحمد بن خلفان بصايغ المزروعي. والمركز العاشر، المركز العاشر، هناك مشاهدينا الأعزاء الشاهينية بشعار هجن العاصفة التضمير والتدريب يعود إلى المضمر الغياث الهلالي. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات لمراكزنا المتقدمة، لمراكزنا اللي تسير وتبحث تبحر في ناموس اليوم، في ناموس المساء مع الثنايا مشاهدينا الكرام اللي انطلقت مع مسافة الحقيقية والمسافة واضحة 8 كيلومترات بالفعل لنسير مع موسم طويل وشاق، ولكن مع النوعيات الفريدة، مع النوعيات اللي تشير في المسافات الماراثونية اللي تتكلم عنها دائما في كل مواقعها وكل انطلاقاتها وكل نجوميتها. عودة إلى الشاهينية حيث تتصدر المجموعة، لا زالت على المركز الأول لهجن العاصفة بالمقدمة يضمر غياث الهلالي. بينما المركز الثاني، المركز الثاني هناك محاولات من عجيبة، عجيبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمضمر راشد بن سعيد بالغافرية من يتواجد على المركز الثاني. الشاهينية الأخرى لهجن العاصفة بدأت تتسلل للمركز الثالث، المضمر غياث الهلالي. والشايبة في المركز الرابع، الشايبة بشعر سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المتعب الصغير في التضمير سعيد بن محمد بن مروشد. والمركز الخامس زعفران من الجانب الاخر سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر سعيد بن سالم الينيبي يحتل الان المركز الخامس. ومستوى في المركز السادس مستوى جميل ورائع، هجن الرياسه المضمر سهيل بن حمد بن دري الفلاحي. هذه الست المراكز الاولى. المركز السابع وصلتنا مشاهدينا الاعزاء زجل لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف الهيان، المضمر سعيد بن مبروك الوهيبي. والمركز الثامن والتاسع لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد الهيان، وكذلك لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان التضمير والمتابعة ياتي أحمد بن خلفان بصايغ المزروعي. المركز العاشر، المركز العاشر، هذه اللي وصلت، هذه الشكلة اسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النيان الصادق فضل الأمير في عملية التضمير. هذه مشاهدي الأعزاء النتيجة 1200
على خط النهاية. والأبكار في موقع واحد، موقع احتكار، موقع تنافس وإثارة وتحدي في هذا الانتصار. لا زالت الشاهينية هجن العاصفة هي المتسيدة، هي المتقدمة حتى هذه اللحظات. هذه الشاهينية بشعار هجن العاصفة المضمر غياثة الهلالي لا زالت تتحكم في قبضة الشوط، لا زالت تتحكم في مسار الشوط. كنترول البداية، كنترول التحدي المركز الثاني، عجيبة لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، راشد بن سعيد بالغافرية يضمرها. المركز الثالث مستوى لهجن الرياسة والمضمر سهيل بن حمد بن دري الفلاحي، رابع المراكز هناك الشايبة اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المضمر سعيد بن محمد بن مروشد. لا زالت الحركة حتى اللحظات مشاهدينا الأعزاء مختفية تماما، لكن يوم بدأ التحرك، بدأ الكلام، بدأت الوشوشة في سماعات الأجهزة، ولكن الشاهينية مسيطرة، الشاهينية مسيطرة. و600 متر الأخيرة بينما الشايبة تزف الأخبار الجميلة والرائعة بشعار اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع المضمر المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد. نشوف وين اللحظات، الأوامر اللي بتصدر في نهاية المطاف، والشاهينية مسيطرة والشايبة تتحرك، الشايبة والشاهينية. اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، هل النقطة الثانية بشعار اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم؟ أما هناك الشاهينية تضيف إنجازات لشعار هجن العاصفة، ولكن عودة إلى الشايبة، عودة إلى الشايبة. تهانينا للمرة الثانية في هذا المساء، هذه الشايبة لبراشد، تهانينا والناموس اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على هذا الفوز والانتصار. الشايبة شايبة حملت التحية والسلام للمرة الثانية لأهالي زعبيل، تهانينا والناموس لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، للمضمر سعيد بن محمد بن مروشد. المركز الثاني ياتي مشاهدي الاعزاء شعار هجن العاصفه بقياده الشاهينيه تحتل المركز الثاني، المركز الثالث زجل اسمه الشيخ سيف بن سيف الليان، المركز الرابع ضبل اسمه الشيخ سلطان بن زايد الليان، خامسا وصلت عجيب اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم تصل في المركز الخامس. هكذا حبلنا الكريم مشاهدينا الاعزاء الخمس المراكز الاولى المتقدمه اذعناها لحضراتكم في مستوى وملتقى هذا الشوط، ولكن عوده بالتوقيت الزمني لحظات الوصول ب 12 دقيقه 53 ثانيه، خمسة أجزاء من الثانية. هذه الشايبة تصل خط النهاية، خمسة أجزاء من الثانية توقيت الزمن. تهانينا اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وإلى المتعب الصغير والتوقيت الأفضل في هذا المساء، وإلى المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد. 12 دقيقة 54 ثانية جزء واحد من الثانية هو توقيت الشاهينية لهجن العاصفة، حلت المركز الثاني ضمن غياث الهلالي، تهانينا والناموس. أما المركز الثالث فكانت زجل مشاهدين الأعزاء اسمه الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، عملية تضمينها سعيد بن مبروك الوهيبي، حيث قطعت المسافة في توقيت زمني مقدار هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار. 13 دقيقة 5 وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام استمرارية أشواطنا في انطلاقتها مستمرة شوط تلو الآخر في هذا المساء الجميل عبر شاشة دبي ريسنج وميدان المرموم تحفة الميادين. تتواصل فيه الانطلاقة عاشر الأشواط الذي أعلنت انطلاقته واعطت إشارة البدي في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع، خاص الشوط بالأبكار الثنائية المهجنات الأصايل الذي تتنا